أؤكد لكم أن سونلغاز دائما وتبقى شركة مواطنة، يعني كل قرارات اللي أخذتها سونلغاز تصب دائما لصالح المواطن، يعني غير ممكن سونلغاز راح تكون تشكل عبء كبير على المواطن، وفي دائما حلول وتوجد حلول وراح تكون حلول بالنسبة لهذه الفترة، وكذلك دراسة مدققة لهذه العملية. الفواتير ممكن كانت كثيرة لأنها الحجم، فواتير الكهرباء والغاز حسب الاستهلاك، لأن الحجر الصحي وكذلك أنا أظن أن كل طلبنا من سونلغاز وهي الآن في صدد دراسة كل الحلول، وأنا أؤكد لكم أن الحلول كلها راح توجه لصالح المواطن، يعني ما في داعي للقلق وفي هذه الظروف اللي تمر فيها البلاد، ونحتاج جميعا أن نكون موجهين إلى الهدف واحد وهو خدمة الوطن.